هاي أصدقائي، عاملين إيه؟ النهاردة معانا تحدي الفواكه مع عمر، يلا بينا. إزيك يا عمر؟ الحمد لله. هاي أصدقائي، عاملين إيه؟ النهاردة هنعمل تحدي الفواكه أنا ولينا، يلا بينا. دلوقتي هنبدأ يا لينا، أنت تبدأي ولا أنا؟ أنا. ماشي، يلا بينا هنبدأ مع لينا، هنشوف هتعرف الفاكهة دي ولا لأ. افتح بقك. بتعمل ايه يا لينا؟ برافو عليك يا لينا. تعالي نقول لأصحابنا فوائد المانجا ايه. المانجا بتقوي الذاكرة وايه تاني يا لينا؟ المانجا بتقوي العين. شاطرة، يلا لينا دوري انا. انت شاطرة يا لينا، وخدي 5 جنيه اهي. يلا بقى دوري انا. دلوقتي هنشوف عمر تعرف الفاكهة دي ولا لا. يا عمر كوكا، عارف يا عمر صوتي. تعالي نقول فوائد الكوكا. كوكا بتنشط الجسم وبتنشط الدورة الدموية. برافو عليك يا عمر، خد 5 جنيه. يلا بقى دورك انتي. ودلوقتي هنشوف لين هتعرف الفاكهة دي ولا لا. يلا بينا. ودلوقتي يلا بينا ندوق لين. اتفضلي يا لولو. ده طعم ايه؟ تعمل ايه يا لولو؟ يبقى تعمل ايه؟ تكلي ده ايه؟ ده بتعمل ايه يا لين؟ تفاح. شاطرة، يلا بينا تفاح. يلا بينا نقول فوائد التفاح. ساعد يا لينا، بيساعد على الحماية من الأمراض، خاصة السرطان، وبيقوي القلب. يا ماما برافو عليكي يا لينا، خدي بقى 10 جنيه. شكرا يا ماما. ودلوقتي دور أنا. يلا يا عم دور. يقول عنب. صوت يا عم، برافو عليك. يلا نقول فوائد العنب ايه. يلا بينا. العنب بيقاوم البكتيريا والفيروسات. وايه كمان يا لينا؟ بيقوي العظم. برافو عليك يا لينا. برافو عليك يا عمر. ماشي، خد بقى 10 جنيه. يلا دورك انت كمان. يلا لينا نشوف شطارتك وهتعرفي الفاكهة دي ولا ايه. يلا لولو دوقي دي. هاي يا ليلى، الفاكهة دي ايه؟ تعمل ايه يا ليندا؟ جوافة. شاطرة، يلا بينا نقول فوائد الجوافة ايه؟ يا ماما صح؟ ايه جوافة؟ صح يا لينا، جوافة. برافو عليك. فيا لينا فيها فيتامين ايه؟ وايه كمان؟ وهي فيتامين سي. برافو عليك يا لين. ودلوقتي هديكي جايزة كبيرة 50 جنيه. شكرا يا عمر. بالعفو. دلوقتي يلا يا عمر هنشوفك شاطر ولا لا.
يلا نقول فوائد الموز ايه. الموز يدينا الطاقة ويحافظ على القلب. برافو يا لينا. اللي عامل خد بقى 50 جنيه. شكرا. كده قلنا فوائد الفواكه وكمان خدنا فلوس. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب واضغطوا على جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. تنسوا حلقتنا. تنسوا اللايك والاشتراك. باي باي.